حرب متواصلة في أوكرانيا بعد استئناف الجيش الروسي عملياته العسكرية رغم إعلان هدنة لإجلاء المدنيين. تقول وزارة الدفاع الروسية إن الجانب الأوكراني غير قادر على التأثير في من تسميهم القوميين لتمديد وقف إطلاق النار، ونشرت بيانا أحصت فيه خسائر أوكرانيا العسكرية. تعبئة سياسية غربية زادت من حزمة العقوبات الاقتصادية على روسيا، لكن موسكو قالت إنها كانت مستعدة لها منذ وقت طويل وإنها كانت تتوقعها. عقوبات اقتصادية ودولية واسعة النطاق على روسيا يراها الرئيس فلاديمير بوتين إعلانا للحرب، وحذر أوكرانيا بأنها ستفقد وضع الدولة إذا رفضت تلبية المطالب الروسية. وعلى خطاه سار وزير دفاعه مؤكدا عزم القوات المسلحة قصف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، بينما دعت الخارجية الروسية دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى وقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة. توتر سياسي وتصعيد عسكري في أوكرانيا بالموازاة مع ضخ أنابيب شركة غازبروم الروسية الغاز إلى أوروبا. تؤكد روسيا ذلك وتقول إن صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا لم تتأثر بالعمليات العسكرية. ويبقى السؤال مطروحا عن جدوى العقوبات الغربية في ظل استثناء صادرات الطاقة الروسية وعائداتها، وسؤال آخر بصيغة مختلفة عن مدى تقبل دول أوروبية فكرة قطع هذا الشريان الحيوي.